الواقعة بتشمل نوعين من الإجراءات. النوع الأولاني أو الإجراء الأولاني هو الإجراء الخاص بالإجراءات التنظيمية اللي بتقوم بها المحميات الطبيعية على مستوى مناطق الاستخدامات ومستوى والأنشطة البحرية. الإجراء الثاني اللي هو الإجراءات التنظيمية التكميلية للقيام بمجموعة من الحملات على المخازن أو المناطق أو التجار اللي بيمارسوا التجار في بعض الأنواع التي المهددة بخطر الانقراض أو بعض الأنواع النادرة. وأثناء التفتيش وورود معلومات من خلال مجموعة من المشاهدات من الناس المحبي للبيئة، وتم ضبط الواقعة دي في أحد مخازن صيد الأسماك اللي موجود في البحر الأحمر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ومباشرة مع صاحب هذا المخزن. السمكة اللي قدامنا دي اسمها سمكة نابليون، وهي من عيلة العرايس. الاسم العلمي ليها الكيلناس أنديولوتس، وهي من الأسماك النادرة. الذكر بيوصل طوله لمترين، الأنثى بتبقى في الطول أقل منه شوية. السمكة في الحجم اللي قدامنا دي حجمها 160 سنتي ووزنها بيزيد عن 60 كيلو. الحجم ده من النادر الأسماك دي توصل لها، هي من الأسماك المعمرة، ولكن الصيد الجائر عندنا في البحر الأحمر بيقضي على السمكة دي في أحجام صغيرة وأعمار صغيرة. وهنبدأ في التشريح وأخذ العينات منها، من اللحم والكبد والأمعاء والمناسل، علشان نعمل لها تحليل دي ان ايه ونحدد النوع بالضبط بتاعها إن شاء الله بإذن الله. عملية التحنيط هتبدأ النهاردة بتفريغ السمكة من الأحشاء، وبعدين بيتم السمكة من الداخل بنضع عليها طبقة من الملح للتخلص من الرطوبة والمياه الزايدة اللي موجودة فيها، وبنعمل لها هيكل حديدي عشان نضمن السمكة، وبعدين بنعمل لها عملية حشو بنشارة الخشب والقش، وبنقفل السمكة بعد كده ونتركها لتجف لمدة 15 يوم. بعد جفاف السمكة وإزالة الرطوبة تماما منها، بيتم دهانها بطبقة ملمعة للحفاظ على الألوان الطبيعية، ويتم عرضها في متحف المعهد القومي للعلوم والبحار والمصايد فرع البحر الأحمر.